أسعد الله مساءكم جميعا حضورا ومشاهدين سهرة جديدة من سهرات سوداني، سهرة الأسبوعية المنوعة على قناة الشروق. نسهر اليوم مع الإعلامي الشامل إسماعيل طه. أتى من بلاد الشايقية واستقر به المقام في مدينة الضباب لندن. عمل معدا ومقدما للبرامج وقارئا للأخبار. أول ما ظهر في الأضواء ظهر على خشبة المسرح ممثلا وكاتبا للمسرح، فهو شامل في موهبته وفي حديثه وفي مؤانسته. نرحب جميعا بالإعلامي إسماعيل طه. أستاذ العزيز أهلا بك كثير على برنامج سوداني. مشاعر الفخار وأنه أكون أمام جمهور متميز لهذا البرنامج المتميز. شكرا لك كثير، سعدنا بوجودك. شكرا لك. مطربنا لهذه الليلة فنان بدأ مشواره في عمر مبكر. أول ما ظهر عبر المسرح المدرسي وظهر مرة ثانية عبر برامج الأطفال، تعامل مع كبار الملحنين والشعراء وأصبح الآن يغني أعماله الخاصة ويقوم بكتابتها وتلحينها. كانت أولى أغنياته اديني رضاك، قدامي سفر، وأجيز صوته في العام 1970. نرحب بالفنان إسماعيل حسب الدايم. أهلا بك كثير، أهلا بك على سوداني. الله يبارك فيك. إذن اليوم نحن موعودين مع سهرة متميزة مع ضيفينا الكرام أستاذ الإعلام إسماعيل طه والفنان إسماعيل حسب الدايم، وحتكون افتتاحيتنا معه إن شاء الله. حتسمعنا شنو في البداية؟ أغنية لما أشوفك، كلمات عبد العال السيد من ألحانه. لما أشوفك بنشغل قلبي ينسى أحزان زمانه، قلبي ينسى أحزان زمانه، ينسى الدنيا الجريحة، ينسى الدنيا الجريحة. Thank you.
الدنيا قبلي تمشي Thank you.
أمسية السودان اليوم في حضرة الإعلام الشامل إسماعيل طه والفنان إسماعيل حسب الدايم. نرحب بكم كثير، وبنذكر إنه سهرتنا اليوم فيها مسابقة كالمعتاد، والإجابة على تساؤلنا حتكون موجودة بداخل حوارنا مع ضيفينا العزيزين. بداية أستاذ إسماعيل طه، الميلاد كان في قرية مورا في الشمالية، وذلك الوقت لو رجعنا بك للوراء عدة سنوات أم العديد من السنوات، وذكريات كثيرة تملأ خيالك وتملأ حياتك بأكملها. والله زي ما قلت، أنا فعلا اتولدت في قرية مورا في الشمالية، وده والدي أنا من مورا، وناس مورا ديل بديرية وركابية، وأنا طبعا ما كنت حاضر ميلادي، يعني ما كنت فيه وفاعل، لكن بعد سنوات بتذكر إنه والدتي الله يرحمها فاطمة بتحكي لي، قالت لي أنت ولادتك كانت سهلة جدا. قلت لها يما كيف؟ قالت لي إنه هي نزلت بتحت، يعني مشت الزراعة، لأنه لما قام الفيضان بتاع سنة 1946 الهدام كسر البيوت الفيضان، فرحلوا فوق وبنوا بيوت. فهي بتقول لي أنا مشيت ألقط ملاح
ورق الورق بتاع الباميه اللي بيعملوا منه ملحس بروك. انا فيما بعد ما حبيت ملحس بروك ده كثير. فقالت لي انها بتحكي لي الله يرحمها، هي ماتت صغيره عمرها 47 سنه. فبتحكي لي بتقول لي انه شعرت بالوجع بتاع الولاده تحت وطلعت مشت فوق، وبسرعه انا ظهرت للوجود. ف يعني بحاول استظرف وبقول لها انه انا يمكن كنت مستعجل على الحياه دي اعمل حاجات. فده كان مولدي، وتربيت في تلك القريه ومعالم كثيره وصور واشخاص لم تبارح ذاكرتي اطلاقا. ودخلت الخلوه لكن للاسف الشديد خلوه صالح فضل، على الرغم فيما بعد لما بنينا بيتنا الفوق كان طوالي قدامه المسجد. ما قريت في الخلوة كثير ودي أثرت فيني فيما بعد. لكن كان في ارتباط قوي بأصدقائك وأبناء منطقتك. كان في ترحال من مورا للبركل لكريمة، ارتحال قد تكون أسبابه كما ذكرت من ضمن الفيضان، ولكن تأثيره عليك القريب المدى والبعيد المدى. هل كان تعلقك بالمكان، تعلقك بالأشخاص، تعلقك بالأهل، كان أثر الترحال على إسماعيل طه كيف في ذلك الوقت؟ طبعا أنا يعني البركل كانت جزء، لأن أمي ذاتها من البركل، أمي أبوها من البركل، وأمها ركابية من مورا. فأنا تربيت عند أخوالي في جزء حي من حياتي قضيته في البركل، وقريت هناك وتشربت بالحياة لحد كبير جدا. ويمكن البركل قدم لي حاجات جديدة ما كانت متوفرة في مورا، على أساس أنه البركل هو البركل الفوق بس قريب من كريمة، وكريمة دي مدينة. لما أول مرة مشيتها مع ولد خالي أحمد أبو زوايد نديدي الله يديه الصحة والعافية، كنا بنزرع البرسيم أو بيزرعه خالي، وإحنا بنحش ونمشي نبيعه في 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 كريمة. أول مرة أنا مشيت شفته كأنه أنا في حلم أكثر من إني في علم. وأحمد لأنه يمكن أكبر مني شوية ومشى قبل كده، أحمد أبو زوايد ولد خالي، فوداني مطبخ ما كان اسمه مطعم، محل الأكل كان اسمه مطبخ. لأنه في وقتنا الأوقات وإلى الآن في كثير من السودانيين يعني يختشوا قليلا من بيع الطعام، يعني لسه الامر ده يتداول بشيء من الحياه. عيب انه الواحد حتى في مدرمان فيما بعد انا ادركت انه زول يمشي ياكل في مطبخ عيبه. المهم انه وبتذكر انه دي اول مره اذوق الفول، لانه طلب لي احمد طلب لي فول وكبده، وقعدت في قهوه مرغني كانت شهيره في كريمة، فيما بعد تحولت إلى مكتبة عملها مرغني الله يرحمه نفسه. فهذه الأشياء، وبعدين كمان أتح لي إني أزور دكان باتا، دي ما دعاية باتا ما في السودان، أزور دكان باتا وأشتري باتا ب 25 قريش. في ظواهر مدنية كثير تلمستها في كريمة يمكن كانت تكون ما متوفر معظمها في مورا وفي بركة. نعم نعم، على أساس أنه كريمة مدينة يعني، وكان بيجي فيها القطر، يعني القطر من الخرطوم بيجي، والآخر محطة في تلك المنطقة كانت في كريمة. بعد ذاك طبعا أتح لي أنه أركب القطر ذاته وأسافر به للخرطوم، وأسافر به وبعدين لأبو حمد وأمشي مصر. وطبعا في كل السفرات دي كنت يعني زي فاقد يعني في حالة انعدام وزن، خاصة السفرات الأولى، وكنت بركب القطر درجة رابعة يعني. فيما بعد جيت ركبت درجة ثانية وركبت نوم وركبت
ذلك الفضل من الله. لكن كنت أركب في القطر درجة رابعة، واخترعت لنفسي حيلة، لأن القطر ده كان أحياناً يأخذ له يومين ثلاثة أربعة لغاية ما يصل الخرطوم. ففي الأزيار، الأزيار دي بيملوها من كريمة وبيملوها من محطات تانية، لكن سرعان ما تكمل، لأن الوقت دائماً وقت سخانة والناس كثيرين في درجة رابعة بيشربوا في الموية. فأنا كنت بتخذ من الزير ده مقامي، بقعد في الزير لغاية ما نصل محطة تانية. فهذه الصور كلها. أول ترحال لك كان عمرك كم؟ أول ترحال عبر القطر واعتمدت فيه وعلى نفسك بالكامل. أول ترحال تقصدي من يعني من كريمة لخارج الشمالية عموما؟ أعتقد بيكون عمري زي 12-13، مشيت عطبرة وجيت تاني، مشيت عطبرة وتميت فيها الثانوي، قريت فيها الثانوي، وحتى بعدين مشيت أكملته لظروف كثيرة، أكملته في مصر. فالقطر ركبته وأنا عارف وأنا مدرك إنه دي حاجة جديدة، وإنه أداني أحاسيس غريبة يعني ما كنت شايف. يمكن وأنا صغير ودوني، لكن ما متذكر. فدي كلها صور ظلت عالقة بذاكرتي، وصور أخرى في الحياة من الشمالية. وأنا زرعتها وكنت بتمنى إنه أكون تربال، يعني لو كنت استمريت وبقيت تربال ومزارع وقعدت هناك، يمكن كانت حياتي الطعم المتعب بالحياة نفسها يمكن كان يكون أكثر متوفر، على الرغم من إنه ربنا سبحانه وتعالى أتح لي إنه تقريبا أمشي العالم كله. يعني لقيت نفسي بدون ما أشعر مشيت مصر، ومن مصر مصر دي كانت فتح جديد القاهرة. يعني أنا يمكن عايز أجيب شوية في المحطة دي، وكانت نقلة كبيرة مع دراستك الجامعية والتحاقك بكلية الهندسة جامعة القاهرة الأم. لا الدراسة، كيف كان هذا القرار؟ دراستي الثانوية هي يعني درست زي سنتين وشوية في مدرسة عين شمس الثانوية، وامتحنت للجامعة هناك. ولما امتحنت للجامعة أول حاجة درست علمي، المساق العلمي، لأنه أبوي الله يرحمه واشتغل في الهجانة في عين شمس لفترة ما، فكان داني أكون مهندس. ويبدو أنه كان برضو بيطلق علي يا باش مهندس وكذا، خاصة لما وصلت السنة الرابعة وممتحن بعد الجامعة زي ما بيقولوا هنا. وأنا زي أخذت الكلام ده وما قبل أن بيعه، لكن ما كان في اعتراض يعني. أمنية الوالد. أي وجبت مجموع كويس ودخلت كلية الهندسة في جامعة القاهرة الأم. كانت أي اسمها كان جامعة القاهرة ما جامعة فؤاد. لكن بعدين بعد ذاك تخليت عن القصة دي. جيت واصلت جزء من الجامعة في جامعة القاهرة فرع الخرطوم. جيت السودان. جيت السودان. أعتقد إنه يعني جمعت كم هائل من المعارف والقدرات في الفترة اللي قعدت في مصر. مثلا في نادي أبناء عين شمس كنت نشط جدا في مناحي كثيرة، أصدرت صحيفة حائطية، والصحيفة الحائطية دي أنا ما عارف كنت بعملها كيف، اسمها الشروق. والغريب في الأمر إنه اللي كان بيكتب لي وبيرسم كاريكاتيرات واحد فنان بتاع كاريكاتير مشهور اسمه محمد حاكم، هو سوداني لكن متربي في مصر، وأخوه الأكبر منه كان اسمه حسن حاكم توفى له رحمة ربي. محمد حاكم ده إلى الآن في صفحات مجلة صباح الخير بالذات، ورز اليوسف ما زال عطاءه مستمر مشهور، كان بيكتب عليه وأنا كنت بحررها الخطوط والأشياء. وكنت في المدرسة في فريق الباسكتبول في المدرسة الثانوية، والفولي بول الكرة الطائرة،
ولعبت في نادي عين شمس، لعبت كرة القدم ومثلت وكتبت قصص قصيرة. أنا لما أسترجع كل هذه الأشياء أشعر بأني أنا كنت، يبدو أنه كان عندي نهم للحياة، زي ما قلت اليوم الله يرحمه أنا كنت مستعجل للحياة عشان أعمل حيات كثيرة. عملت حيات كثيرة، أخفقت في كثير منها ونجحت في بعضها. نحن حنجي على المحطات الأخرى. نعم أنا ما قلت لك الكلام كثير. حنجيف تقريبا في محطة انتقالك للدراسة بجنيف في سويسرا، وانتقالك أيضا لتخصص دراسي مختلف. حنذكر بمسابقتنا، السؤال بيقول: متى التحق الإعلامي إسماعيل طه بالعمل في هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي؟ الإجابة الأولى في العام 76، الإجابة الثانية في العام 77، الإجابة الثالثة في العام 78، والإجابة في المكان المخصص لها في التذكرة الموجودة لدى كل شخص من الحضور. بنذكر إنه الفائزين معنا حيكونوا موعودين بمبلغ قدره 2000 جنيه سوداني لكل فائز. فاصلة غنائية مع الفنان إسماعيل حسب الدايم ونواصل حوارنا. الأغنية من كلمات الشاعر عبد العظيم أكول والحاني، لو بتعرف كيف بحبك. أغنية خطوبة من كلمات الشاعر عبد العال السيد والحاني. لو بتعرف كيف بحبك، كان بتعرف كيف بحبك، لو بتعرف كيف بحبك، ما بتزيد الصد عليا، ما بتزيد الصد عليا. مرة حاسب انت قلبك we
نرجع بالمشاعر يا سنة الروح الوفية لما ترجع بالمشاعر يا سنة الروح شفتها يا ريتها يا ريتها
Thank you.
رحلتنا متواصلة مع الإعلامي إسماعيل طه، ووقفنا في مرحلة الانتقال للدراسة في جنيف وتغيير التخصص الدراسي أيضا. وقبل ما نواصل في هذه المحطة وتكلمنا عنها بشيء من التفصيل، حنذكر بمسابقتنا متى التحق الإعلامي إسماعيل طه بالإذاعة البريطانية البي بي سي. الإجابة الأولى في العام 76، الإجابة الثانية في العام 77، الإجابة الثالثة في العام 78. نرجع لك تاني أستاذ إسماعيل، نضجت أكثر وكانت أول مرة عانقت فيها الأضواء بشكل مباشر عبر المسرح، وكان لك تجربة في كتابة أدوار مسرحية، الكتابة للمسرح عموما وأداء أدوار مسرحية، كلمنا عن هذا الجانب أيضا. هي القصة بدت في نادي الدولمان الثقافي لكن باحترافية. لا، ما كوننا حاجة، ما قلت لك إنه نادي الدولمان الثقافي ده كان الهدف منه الانفتاح على الأجواء الثقافية. الحركة كانت بتشتغل بطريقة مختلفة وكانت صغيرة، تنفتح أسعى على المجتمع من نادي الدولمان الثقافي، على الثقافة والفن. وبتذكر إنه يعني الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي ابتدى محاضراته أشياء في نادي الدولمان الثقافي وانطلق منها. المهم أنه عملنا حاجة اسمها جماعة المسرح السوداني، وعملنا مسرحيات، وكان من ضمن الناس اللي انضموا إليها، أذكر من ضمن الناس مك سنادة اللي هو فيما بعد أصبح أخ وصديق على مدى سنوات طويلة. ده في حد ذاته كان تحفيز في ذلك الوقت. كان تحفيز وبس، كان وواصلت أيضا في إنتاج المسلسلات التلفزيونية، وكان عندك أيضا مجموعة من المسلسلات الإذاعية. الإذاعة بعدين ما بقيت أنا في الحوش، بقيت جزء من الحوش لغاية ما جاء واحد اسمه التجاني الطيب الله يرحمه، بقى مدير الإذاعة. أنا طبعا في ما يعتقلك يعني، ولما طلعت من السجن كنت قاعد في البيت ما عارف هعمل شنو، ترفدت من شغلي وضيق علي في التعامل. دي فترة الوحدة اللي هي فترة إنشاء وتأسيس معهد الموسيقى والمسرح، و معهد الموسيقى قبالة. نعم، ما اشتغلت أنا موظف في وزارة الإعلام، وبقيت مع الأستاذ الماح إسماعيل، رجل فنان ومثقف من الطراز الأول. أنا ما أقدر أوصيكم عليه، لكن فاشتغلت معاه وهو كان بيعد لافتتاح معهد الموسيقى والمسرح، فأنا بقيت زي مساعد له لغاية ما جينا في فترة بداية العمل. استأجر الوزارة استأجرت بيت في شارع 29 في الخرطوم، و الماحي جا قال لي يا إسماعيل احنا حنبدأ بشعبة الموسيقى والدراما دي نخليها. قلت له ليه؟ قال لي لأنه في ناس ممكن يدرسوا حاليا موجودين في السودان يدرسوا الموسيقى. قلت له لا، في برضه ناس ممكن يدرسوا الدراما لو بطريقة نظرية،
أساتذة في جامعة القاهرة في الخرطوم بيدرسوا الأدب عامة ومن ضمنها تاريخ المسرح وحاجات عن المسرح. فوافقنا على الفكرة وافتتحت الشعبتين وجاءت صباح وفهد بلان دعيناهم عشان يجوا يحضروا الافتتاح في ذلك الزمان. وجاء الرئيس إسماعيل الأزهري ألقى الكلمة اللي هو كلف بها وزير الإعلام. وزير الإعلام كلف بها الماحي، الماحي قال لي تكتب إسماعيل، وكتبت الكلمة. ودي كانت فترة بداية ازدهار للحركة التمثيلية والمسرحية. كانت نقلة كبيرة في عالم المسرح والموسيقى. وفي حاجة تانية أقول لك، أنا افتخرت بنفسي الأكاديمية والمهنية. أنا كنت أول رئيس لاتحاد الممثلين في السودان، اسمها لجنة العشرة بالانتخاب. وأسأل من الأحياء، أسأل مكسنالة، وأسأل الرايع عبد القادر، وأسأل حتى علي مهدي اللي هو كان لسه يعني برعم، لكن بقدراته بجهده وصل حاجات في السنوات الفاتت. نحن عايزين نجيب في محطة إنتاج المسلسلات التلفزيونية، والعمل على الهواء يعني ما لم يعاصر هذا الأمر يراه بصعوبة كثيرة جدا. هل كان بتحصل لكم بعض الإشكاليات، بعض الطرائف، بعض التفاصيل الصغيرة؟ بعد أبو زر الغفاري وبعد مسلسلات أخرى قمت أنا عملت برنامج درامي اسمه ملامع عربية، وعملت فيه عدد كبير من الحلقات كنت بكتبه وبمثل فيها، وبمثلوا معايا انس مكي وناصر الصديق وابراهيم حجازي والرايع عبد القادر، كل هذه الاسماء وغيرها. وبعدين عملت ملامح اسلاميه، لما انتهيت منها جاء مكسنا قال لي انا داير اعمل برنامج زي ده. قلت له جدا، قال لي حاعمل ملامح سودانيه. قلت له كويس. قام عمل كتب الحلقه الاولى لكن ما تمها، وجات مواعيده وأنا كنت عملها عن التاريخ السوداني القديم، ما متذكر عنوانها هسه. بعدين قام قال لي اسمعين يا أخي، الخطبة الأخيرة بتاعتك دي أكتبها. كل يوم أقول له كويس حاضر. بعدين مش عارف لغاية ما طلعنا على الهواء، طلعنا على الهواء أنا ما كاتب الخطبة ومكي ده أسأليه وهو خايف ومرتجف. قمت ارتجلت الخطبة على الهواء. كان امتحان حقيقي لقدراتك. كانت أيام. حنواصل أنا شكت في حديث الذكريات الجميلة بعد ما نذكر تاني بسؤال سهرتنا، متى كان التحاق الإعلامي إسماعيل طه بالعمل في هيئة الإذاعة البريطانية؟ هل في العام 76 أم في العام 77 أم في العام 78؟ جائزتنا عبارة عن 2000 جنيه سوداني مقدمة من قناة الشروق، وهي مقدمة لكل فائز من الفائزين. أستاذ إسماعيل، حناخد فصل غنائية أخرى ونواصل حوارنا. جدا إن شاء الله. أغنية رسالة تطلب الحنين، كلمات محمد نور الدايم وألحان إسماعيل حسن الدايم.
حن الدنيا كله كلمات الحنينة، حن الدنيا كله كلمات الحنينة، حن الدنيا كله كلمات الحنينة. تسافر في مدام أطيافنا الحزينة، أكان قصدك خطابنا الفات تم داره. يوم ورا يوم نعهدك بعد اليوم حضوره، يوم ورا يوم نعهدك بعد اليوم حضوره، يوم ورا يوم نعهدك بعد اليوم حضوره. لو كان برمج نكتب لك سطور، نكتب لك سطور. تطلب يا حبيبنا ما بندوره، أكان قصدك خطابنا الفات كما داره. يوم ورا يوم نعهدك بعد اليوم حضوره، يوم ورا يوم نعهدك بعد اليوم حضوره، يوم ورا يوم نعهدك مشنا نكتب لك سطور، نكتب لك سطور. بلدنا يا غرة لسانه، خير زي أهلنا فيك الطيب كانوا. تملى العين دموعه للصابرين يعانوا، تملى العين دموعه والصابرين يعانوا، تملى للغائب حنانه، للحاضر حنانه. تطلب يا حبيبنا زعلك ما بندوره، أكان قصدك خطابنا الفات تم داره. يوم ورا يوم نعهدك بعد اليوم حضوره، يوم ورا يوم نعهدك بعد اليوم حضوره، يوم ورا يوم نكتب لك سطور، نكتب لك سطور.
نكتب يا حبيبنا نكتب لبلادنا نكتب يا حبيبنا نكتب لبلادنا تطلب يا حبيبنا نكتب لبلادنا تكتب يا حبيبنا نكتب لبلادنا تطلب يا حبيبنا مشوار سمعنا يا مشوار سمعنا مشوار سمعنا وما زال سمرنا مستمر مع الإعلام الشامل إسماعيل طه. كان عندك دور كبير في البي بي سي غير التزود المستمر بخبراتهم وبقدراتهم المختلفة في العمل الإعلامي وفي المجال الإعلامي، أضفت لهم أيضا وقمت بابتداع مجموعة من البرامج التوك شوز أو البرامج الإخبارية أيضا. نتكلم عن هذا الجانب أيضا وبشيء من التفصيل. يعني هي صادفت إنهم أصبحت البرامج الحوارية يعني بدت من البي بي سي لأنها كانت في التلفزيونات الغربية موجودة وبيعتبروها شيء أساسي، لأنه أهم حاجات عندهم المقابلة، كيف تعمل مقابلة وكيف برامج الحوارات دي، وهي برامج جادة ومفيدة وممتعة. فعملوا برنامج اسمه العالم هذا الأسبوع، برنامج لمدة ساعتين حواري، وكان من نصيب اثنين في ذلك الزمان، الراحل ماجد سرحان الله يرحمه صاحب الصوت العظيم والمذيع الكامل، وإسماعيل طه. واستمرينا فيما بعد، ماجد توقف وتوفي بعد ذلك إلى رحمة ربه، وتحولت البرامج الحوارية دي إلى من العالم هذا الأسبوع، إلى أضافوا له العالم منتصف الأسبوع، بعدين أضافوا له كمان بقى تقريبا كل يوم بالإضافة إلى البرامج الإخبارية. ولذلك أنا كنت بشتغل ساعات كثيرة جدا، رغم أنه أنا في الفترة ديك ما موظف، انتهى العقد بتاعي كموظف بقصص غيرة لما توفى الشريف حسين، الآن كنت تعرفت عليه شريف حسين الهندي، لما يتوفى كلفت أنا من الحزب الاتحاد الديمقراطي أنه أعمل الخبر من البي بي سي عن طريق غرفة الأخبار وأمشي مع الجثمان إلى اليونان حيث توفي، ليبيا، العراق، وبعدين لما نميري سمح بالجثمان أنه يجيبوه هنا في السودان، فحاولت أخذ إجازة، ناس البي بي سي رفضوا لي وكانوا متشددين، زمان متشددين، يعني لو عندك إجازتك السنوية إذا ما أخذت إذن كتابي ما تقدر تسافر خارج بريطانيا. والأب يديني الإجازة دي منه حي موجود اسمه سامي حداد في الجزيرة بيقدم برنامج الرأي الآخر، قال لي إسماعيل أنت جاي من إجازة كان عندك حادث عربية وأنا جديد ما بقدر، قلت له شوف أنا مسافر سافرت، لما جيت راجع عملوا لي لجنة تحقيق من القسم العربي قدر ما قلت له على اعتبار أنه الرأي ده بيبقى ليك شنو، قالوا شريف حسين، بعدين ما اقتنعوا قاموا عملوا لجنة تحقيق من 7 أشخاص رؤساء الأقسام ما فيهم ولا واحد عربي، وقدر ما حاولت أتحزلق معاهم وأقول لهم أنه لازم تعرفوا ثقافتنا
قبل أن تحاسبونه الاجتماعية ما اقتنعوا وحولوا نتيجة لذلك يتحول العقد بتاعي من موظف ثابت إلى متعاون صحيح أنه كانوا كنت بشتغل كثير وطلع قروش كثيرة لكن بقى ما عندي معاش بس أنا ما عندي معاش من البي بي سي معاشي كان يفترض على الأقل يكون ثلاثة ونص ألف جنيه استرليني بهذه الحادثة ما قلت لي ناس كثيرين في الآونة الأخيرة برغم ذلك كانت محطة مهمة وساقتك الأقدار للرجوع للسودان وجاءتك فكرة تكوين اتحاد للإعلاميين السودانيين بعد أن علمت وجود أكثر من 6,000 إعلامي سوداني في أنحاء العالم المختلفة وسجل منهم إلى الآن أكثر من 2,000 بقليل فكرة الاتحاد قوية وفاعلة ومؤثرة ولكن أنا عايزة أجيف أكثر وربما لأنه الزمن ما حيسعنا كثير في فكرة جمعية رعاية المسنين هي طيب ببساطة الاتحاد تكون سنة 2006 وانتخبت على رفضت يعني لكن انتخبوني رئيس له وعملنا بعض الرحلات لأوروبا ورحلة إلى القاهرة وكرموني في مهرجان التلفزيون وتكلمت أنا مع الأهرام ومع صوت العرب عن السودان ودارفور باسم الاتحاد وجيت هنا طفنا بعض الولايات لكن لأسباب تعرفها الأجهزة جمد نشاط هذا الاتحاد ولغاية هسه ما في زول وراني الأسباب وكل ما ألقى المسؤولين ألاقيهم في وزارة الإعلام أو في الأجهزة يا أستاذ أنت والله ما عندك حاجة وما عليك حاجة نحن نقدرك لكن تقريبا الاتحاد جمد ثم جمد ثم قتل ولكن كل هذه التعقيدات لم تثبت من عزيمتك وواصلت فكرة وجود جمعية لرعاية المسنين وجمعية فاعلة بهذا المستوى أيضا عايزين نأخذ فكرة سريعة عنها قبل ما نختم البرنامج أنا طلبت من جول هنا أنه أشوف دور المسنين لأنه شفتها في بريطانيا ودار أقارن لما عرفت أنه في دور المسنين فقام وداني حاجة اسمها الجمعية السودانية لرعاية المسنين في نمرة 2 الناس كانوا في اجتماع عام رحبوا بي بعد فترة بقيت متطوع يعني قبلوني متطوع وعملوني رئيس لجنة الإعلام أول ما جات انتخابات لمجلس الأمنة قالوا لي ترشح ترشحت جبت أصوات كثيرة عملوني رئيس لرئيس مجلس الأمناء بتاع الجمعية السودانية لرعاية المسنين اللي هي بتقدم خدمات للمسنين في الدور وفي الأحياء بعدين مشيت مؤتمر في أواخر السنة الفاتت ودي الحاجة الجديدة مؤتمر عاملاه منظمة بريطانية دولية اسمها Help Age International شغالة في رعاية المسنين وقدموا لي دعوة شخصية مش باعتباري رئيس فمشيت وحضرت بيتكلموا عن في ورشة عمل ضخمة بيتكلموا عن كيف يصلحوا المعاش للمتقاعدين والمسنين في إفريقيا لضمان رعاية أفضل لهم قلت لهم إحنا في إفريقيا ما الحكومات ما عندها قروش تعمل القصة دي الأمم المتحدة ما حد تساعد في القصة دي بعدين قالوا دارين يصلحوا دور الإيواء قلت لهم في السودان ما عندنا دور إيواء الناس قاعدين مع أهلهم في بيوتهم بيأكلوا بيشربوا بيعتنوا بهم وبيعالجوهم لكن بيجوا لاختلاف التايم تيبل مواعيد العمل في السودان وإنه الناس كلهم بيمرقوا بخلوهم بيجوا راجعين بيجوا في عزلة عزلة اجتماعية social isolation كأنهم قاعدين أستكيدة منتظرين الموت فأنا قلت لهم فكرت إنه أعمل لهم إذاعة إذاعة للمسنين يتكلموا فيها ويستمعوا إليها وتربطهم بالحياة الدائرة في السودان عشان ما يكونوا بعيدين عن الحياة وقاعدين كده أعجبتهم الفكرة في ناس وعدوا بأنهم
يساهموا ويساعدوا. وكل التوفيق لك في هذا المشروع وكل ما تجود به من أفكار أخرى ومشاريع تنفع فعلا المجتمع السوداني. نحن بنشكرك كثير الإعلامي إسماعيل طه، بنشكر أيضا الفنان إسماعيل حسب الدايم، وشكرنا يمتد للحضور الكريم والمشاهدين اللي يقوم فيها بسحب أرقام الفائزين معنا. يتفضل ضيفنا أستاذ إسماعيل يسحب لنا اثنين، والإجابة الصحيحة العام الذي التحق فيه الإعلام إسماعيل طه بالعمل بهيئة الإذاعة البريطانية العام 76، والإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة. تفضل. الإجابة خطأ للأسف، إجابة خاطئة، هنسحب واحدة ثانية. نكون أنا السبب. إجابة خاطئة. يا ساتر. نقول أرقام الإجابات الخاطئة دي ولا ما في داعي؟ لا ما في. إجابة خاطئة، أنا بعد كده حبدأ أقولهم طبعًا. وبعدين يعني؟ يكون كلهم ما أعرف. هي إجابة صحيحة. والإجابة الصحيحة وأول رقم فائز معانا اليوم 295. صاحب الرقم 295 صاحب الرقم 295، اهلا بك. اهلا وسهلا، يا مرحب. 295 والرقم الاول الفائز معانا اليوم محمد عمر. اهلا يا محمد، الله يخليك. تعرفت مباشره على الاجابه الصح. اعصابي كانت بايده شديد. ما في قاعد مشوره مع ناس ممكن يتقاسموا معاك الجائزه دي نهائي؟ ما في اي مشوره. كويس، لانه شايفه في نظرات هناك من الناس اللي كنت قاعد جنبهم. لا ما في اي مشوره. ده معناه شيل كيسك واطلع بقى طوالي لانه منتظرينك. هنشوف رقم ثاني. رقم ثاني. بسم الله. الإجابة صحيحة الحمد لله. والمرة دي لنا سلميات محظوظين معانا 155. أهلا بيكي. اسم الكريمة منو؟ زكية الأمين. أهلا بيكي يا زكية، انت من اقرباء واحد من ضيوفنا ولا جيتي مع الحضور؟ لا جيت مع الحضور. اهلا بك كثير وتستاهلي جائزتك، مبروك عليك. شكرا لك. الله يخليك، شكرا لك. قلنا للدنيا وحكينا كلمات محمد الدايم والحاني، وبعدها بشري عريس كلمات محمد جيب الله كدكي والحاني. Lena
بشر
بشر بشر بشر بشر بشر بشر بشر علي سبشر بشر يا علي سبشر جلسة بشر علي سبشر بشر يا علي سبشر خيلك يا ضرع فاقك العرسة نمر منك قلد اللبسة أحلى من عرسك ما يا ملك مبروك واصل الجلسة بشر يا عريس أبشر بشر يا عريس أبشر وانت داخل العش يحفظك ربا العروس دمرا في السحاب جنبها يا سلام الحي كله معجبك الشباب يا ريت لو سلك دربك بشر يا عريس ابشر
بشر بشر